إذا سبق لنا بدينا التجاذب الكوني، درس ديال التجاذب الكوني، وخلينا العلاقة في هذه العلاقة هذه، ورأينا التجاذب بين A و B، بين A جسم A عنده كتلة MA وجسم B عنده كتلة MB، وهما نقطيين يعني كنمثلهم في نقطة. ثم هذه القوة الملتصقة ب A فهي التي تسلط B أو يسلط جسم B، والقوة المرتبطة ب B فهي التي يسلط A، ولهذا نسمي F B على A ثم F A على B. إذا على كل، الآن سننتقل إلى تتمة هذا الجزء. إذا تتمة هذا الجزء إذا التجاذب الكوني تابع شو ثانيا، إذا التأثير البيني لجسمين غير نقطيين، إذا الأجسام ذات تماثل كروي للكتلة، بحال مثلا كرة، مثلا الجسم ذو التماثل الكروي هو الذي تكون المادة المكونة له موزعة بشكل منتظم أو موزعة، إذا بشكل منتظم بحالاش بحال خدينا الكرة، فالمادة موزعة بشكل منتظم. خدينا جسم آخر مثلا صخرة، وهذه الصخرة فيها عدة مواد، فيها الكوارتز، فيها الكوبالت، فيها أجسام أو مكونات أخرى، فهي الكتل غير موزعة بشكل منتظم على طبقات هذا الجسم. إذا مثلا إذا أخذنا بالنسبة لنا، سنعتبر جسم الكتلة به منتظمة وموزعة بشكل منتظم على طبقات متجانسة ومتركزة حول متمركزة حول مركزه، يعني أو ولا نسميه مثال. إذا في هذا المثال النجوم والكواكب نعتبرها موزعة، أو الكتلة بها موزعة بشكل منتظم نظرا لحجمها الكبير. التأثير البيني لجسمين غير نقطيين كمثال، بحال المثال هذا، ناخذ هذا المثال ديال الجسمين، هنا جسمين غير نقطيين فهما عبارة عن كوكبين أو كرتين لهما كتلتين، مثلا واحد الكرة كرية صغيرة من الزجاج لها كتلة. إذا A و B لهما كتلتين، وكل جسم كيسلط قوة. إذا هذا الجسم B وهذا الجسم A، وبيناتهم مسافة D، والمسافة D ما كتبداش من هنا، كتبدا من المركز ديال الجسم. إذا لهذا الغرض سنتابع، إذا نحاول أن نغير مكان الرسم فقط للرؤية، نخليه قدامنا. إذا يخضع كل جسم بطبيعة الحال، إذا الجسمين، إذا يخضع جسمان A و B لهما تماثل كروي للكتلة إلى تأثير بيني تجاذبي، وهذا التأثير حيث شدة القوة التجاذب هي، إذا لو بغينا نحسبوها أو بغينا نكتبوها كما كتبناها في الأول، F تساوي J MA MB على D أس 2، هذه خصنا نحفظوها. قوة التجاذب الكوني هي هذه بحال هذا الشكل، و جي كتساوي 6.67 في 10 ناقص 11. إذا ام ا شنو هي و ام بي شنو هي؟ بالطبيعة الحال هي كتلة الجسمين، خليوها إذا كتلتهما أو كتلتا الجسمين دي هي المسافة بين مركزيهما، ثم تكون عندنا بطبيعة الحال تتم. إذا نحاول قبل ما ندوزو لثالثا نشوفو هاد العلاقة أحسن أكثر. إذا عندنا F G M A M P على D أس 2، والكتل عندنا الآن الكتل ديال الكتلة ديال كل جسم، وعندنا المسافة، وخصنا المسافة أس 2. شو ثالثا، التأثير البيني للأرض وأي جسم نقطي على سطحها، نعتبر جسما نقطيا A وعنده كتلة كتلته MA ويوجد على ارتفاع H من سطح الأرض، يخضع لقوة تجاذب شدتها. إذا الآن لو بغينا نرسمو هذا الشكل هذا، إذا ممكن لو بغينا
رسموا الشكل ديال هذا المثال. هذا ناخذ مثلا كمثال، اذا عندنا الارض، ها هي الارضيه هذه عندها واحد المركز ديالها، طبعا تحال عندنا الكتله ديالها ام تي، اسمها ام تي. وهنا عندنا جسم صغير وما نعتبروش كاع بعيد بزاف، جسم صغير تا واحد عنده ام الكتله ديالو. هاد الجسم اللي سميناه ا، جسم سميناه ا، والارض. اذا بقات لنا المسافه اللي بيناتهم الى غير ذلك. عندنا المسافه دي، هو قال لك هنايا ارتفاع اش، يعني هذا الارتفاع غير من هنا، هذا هو اش. وما تنساش هذه المسافه، المسافه شناهي؟ هي ار تي، هي شعاع الارض. اذا هذا فقط بعض التوضيحات يمكن نستفيدو منها. على كل نتابع، اذا هذا مثال اكثر وضوح. اذا فهو الارض التي لها كتله ام تي تطبق قوه، القوه المطبقه من طرف الارضيه هذه، اما هذه فهي القوه المطبقه من طرف، هذه هي القوه المطبقه من طرف الارض، وهذه القوه المطبقه، هذه هي القوه المطبقه من طرف الجسم ا. ثم بطبيعه الحال قوة التجاذب الكوني هي هذه، هي F تساوي J M تي في M أو لا M على المسافة بيناتهم. إذا المسافة هذه هي المسافة دي، هذه هي دي. إذا دي كم تساوي؟ دي تساوي ماذا؟ تساوي هذه المسافة من هنا حتى هنا، إذا فيها R أو R وفيها R الشعاع. إذا تساوي R كاين اللي كيسميها ار تي، زعما الشعاع ديال الارض زائد المسافه اش. وبطبيعة الحال غنديرو استثناء، كيفاش نضرب هنا في استثناء. مزيان. اذا الان اي جسم يوجد على سطح الارض فهو يسلط قوه وتسلط عليه قوه من طرف الارض، كما انه هو ايضا يسلط قوه على الارض. حيث طبيعة الحال نشوفوا شنو هي ام تي، قلنا هي كتلة الأرض، ثم ار هي شعاع الأرض، والجي إذا كتلة الأرض كم تساوي؟ 6 × 10^24 كيلوغرام، وار هي 6.4 × 10^6 متر. مزيان. إذا الآن أصبحنا نتعرف عن قوة التجاذب الكوني التي تسلط القوة الأرض على أي جسم موجود فوقها. الآن وزن الجسم، لنتذكر الوزن الذي تعرفنا عليه في المستويات السابقة عندما كنا نقول بأن بي تساوي ام في جي. شنو هي ام؟ ام هي كتلة الجسم أ، كتلة هذا الجسم، والجي يعني كل ما تبقى فهو الجي. يعني لو بغينا نصوب هذه العلاقة هنايا، العلاقة غنصوبها هي هذه. إذا هذه شناهي؟ هذه هي الجي، وهاد اف راه هي بي، هي الوزن، تأثير الأرض. إذا غتولي عندنا بي تساوي ماذا؟ تساوي الجي في ام، والجي هي هاد الجي كبيرة في ام تي ار على ار أس، وهذه عندها ارتفاع معين. مزيان. إذا نتابع، الوزن، وزن الجسم شنو هو الوزن؟ هو قوة مسلطة من طرف من؟ إذا هو القوة المقرونة بتأثير الأرض على الجسم. طيب هل هي قوة عن بعد موزعة وهي قوة التجاذب الكوني الآن؟ إذا ونرمز لها بمتجهة بي تساوي ام في جي، والجي متجهة، وبي هي متجهة، وام فهو كتلة مقدار فيزيائي قابل للقياس. مميزاتها ما هي؟ عرفتوها قبل، أربعة المميزات. خط تأثير فهو شعقولي، يعني المستقيم الرأسي الذي من الأعلى إلى الأسفل فهو مستقيم. مار من مركز تقليها، ثم المنحى دائما من الأعلى نحو الأرض، ثم الشدة ماشي دائما وإنما خصنا نحسبوها
العلاقة ديالها هي بي تساوي ام في جي. مزيان، بحيث ام هي كتلة الجسم والجي هي شدة التقالة اللي كنا تعرفنا عليها قبل. مزيان، إذا نمشيو الآن